حياكم الله من جديد في دين العود مع سعود على ليالي الكويت في تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم في الجزء الثاني للحلقة الأولى والمهمة جدا مع الفنان العالمي الرسام والنحات والكاتب كذلك الأستاذ سامي محمد الصالح. حياك الله والدنا العزيز أبو أسامة. الله يحييك ويبجيك ويطول بعمرك وعمر السامعين. منورنا منورنا في الجزء الثاني. شرف لقائكم معي. والله احنا متشرفين جدا، ونقول للمشاهدين والمتابعين ان احنا انتقلنا في ركن اخر في هذا المتحف الكبير والمهم جدا اللي هو دار مريم، راح يكون يعني من المتاحف المهمة في الخليج العربي وايضا الوطن العربي. استاذ سامي، نعم، متى حضرتك مخطط أن تبي تسوي حفل الافتتاح والتدشين لدار مريم؟ بإذن الله تعالى السنة القادمة، بس أي يوم أو أي تاريخ ما أعلم. كما أنا تعبت في إنشائه على مدار العمر كله يعني، وأنا أحلم في أني أنا أسوي لي متحف، والحمد لله الله قدرني وقدرت أسوي هالمتحف هذا، والأمانة تنقل إلى هالدولة هذه العزيزة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني يسمعنا أحد من اللي مهتمين في هالدولة الجميلة هذه، أكيد، ويحتضنونا كما احتضنت الدول الأخرى فنانينها. أكيد ما في شك، تعبك إن شاء الله مبارك، وجهودك اللي بذلتها بالتأكيد يعني راح تطلع لنا متحف مثل ما تفضلت بيكون إن شاء الله عالمي، وأكيد في زوار من أوروبا وأمريكا وأصدقائك وأحبتك يعني كثر أستاذ سامي، وراح يكون من ضمن المتاحف الرئيسية والمهمة في الخليج العربي إن شاء الله، بل والوطن العربي بإذن الله. أستاذنا الفاضل، هذا المتحف دار مريم اللي خصيتنا فيه، ونحن نشكرك يعني دائما الحقيقة أنك ميزتنا في أن نكون أول فريق يحضر ويصور ويدون ويسجل. كم استغرق يعني، كم سنة كم شهر إعداده وإنجازه وبناءه وتخطيطه؟ والله أنا مثل ما قلت لك كنت أحلم بأن أنا أسوي لي متحف وأجمع المال، والحمد لله قدرت أجمع المال على مدى سنوات عديدة. أني أنا كل عمل أبيعه يعني أحطه كرصيد لي للمتحف هذا. طبعا بالسلام، ومنطقة السلام لها يعني غالية ما هي رخيصة. نعم. فعلشان أبني متحف مثل هذا يلزمني مبلغ وقدره كثير، يعني يتعدى 1 مليون يعني. نعم نعم. والأعمال اللي فيه كلها مكلفتني مبالغ عديدة. يعني أكيد يتساءل أي شخص شلون جبت المبالغ هذه، من وين أنت يبتل؟ من أين لك هذا؟ هذا كله من جهدي ومن تعبي وعرق جبيني اللي أنا أعمل بالفن، ولله الحمد الله موفقني الحمد لله بفضل الله بأن أنا كل أعمالي يعني اللي أسويها في لها محبين وفي لها عشاق، فيشترون مني أعمال، والدول المجاورة لنا شروا مني أعمال عديدة. نعم. فكل هذا جمعت المال حق هالمتحف هذا، وأخذ مني جهد تقريبا سنة سنة ونص. نعم. أني بس يعني أعد له وأسوي له. ما شاء الله. فالبناء في الكويت معروف يتجاوز من عام إلى عامين يعني. أكيد أكيد.
الله هذا نقدر نقول عمي سامي ثلاث قاطات ولا أزود؟ نعم تزود في مكتب شخصي. أي نعم مكتب شخصي حقي. وقاعدة تشوف صناديق زجاجية تحتوي على قصاصات وصور و... نعم عدل؟ هذا كله يعني الجهد اللي أنا بذلته والناس اللي كتبت عني وثقت يعني كل اللي عندي من الفن. نعم. فعساس أي مشاهد أو أي شخص متتبع لسامي محمد يجي يلقى كل صغيرة وكبيرة عن سامي محمد منذ الطفولة. إيه نعم. نعم. ما خليت شيء ما سويته عن بعدين. مو بس كذي يعني أرحت الحركة التشكيلية في الوطن بالخليج والكويت بالذات يعني أي شخص يبدش يقرأ عن سامي محمد يعرف أن الفن الكويتي ابتدأ بهالتاريخ وبهالزمن وبهال لأن أنا أحد مؤسسين الفن التشكيلي في الكويت وأحد مؤسسين كذلك المرسم الحر. نعم. وأيضا جمعية الفنون التشكيلية. نعم. أي نعم. نعم. وأعمالك ما شاء الله هناك بارزة وواضحة. نعم. أستاذ سامي هل نقدر نقول يعني نحن الأوائل بالخليج بالفن التشكيلي؟ أكيد هذا الكلام موثق. ال- 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 بالخليج هو اللي يعني الفنانين تبعونا إحنا. نعم. إحنا إيش سوينا؟ نعم. هم سووا. احنا كنا اول ناس عملنا جمعية بالكويت فاخذوا من عندنا الفكرة وسووه وطوروا اصدقاء. الله الله. وفي اعمال استاذ سامي لجنابك معروضة في الامارات الشقيقة وايضا في قطر الشقيقة وكذلك يعني ما شاء الله يعني ايضا في عمان. نعم. انا نما الى علمي ان والدنا المغفور له السلطان قابوس عنده شيء من أعمالك. نعم نعم. صباب القهوة. صباب القهوة. نعم. أي الضيافة العربية. أي الأصيلة. أي الأصيلة. أي نعم. أي وكنت أتمنى في يوم من الأيام أن بدولتنا العزيزة نعم. أن احنا نسوي لها أعمال فنية في الشوارع نزين مدينتنا حالنا حال غيرنا لكن إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله بإذن الله تعالى مثل ما احنا سوينا حق الغير. أنا سويت حق دبي في شارع أحد شوارعها السدرة. أي نعم السدرة. وسويت يعني أعمال حق قطر ومقتنيات عديدة راحت من عندي إلى ناس آخرين شروها مني. نعم. في عدة بلدان فرنسا بأمريكا في بريطانيا في البحرين في قطر. وماذا عن طهران؟ أنت لك جائزة. طهران أخذت الجائزة الأولى في أحد معارض هالحكي هذا يعني بالثمانينات. أي نعم أخذت الجائزة الأولى. وأيضا بيروت. أي نعم. شنو هالجائزة اللي؟ هذا كان تكريم من سمو الأمير خالد الفيصل الله يعطيه العافية وطولة العمر. هو زميلك بعد رسام. نعم هو رسام وفنان وشاعر ويعني ما شاء الله يعني يحب الفن هو. والله نعم. مهما حبه هو الفن الله يحفظك. أنا فوجئت كذلك بسامي محمد. نعم. يعني قاعد توريني في مكتبك الخاص أستاذنا. نعم. الكبير. نعم. أن في كتب ضخمة. نعم. قلت لي هذه من إعدادي وتأليفي. نعم. ما شاء الله يعني أيضا جنابك كاتب ها. نعم. عن شنو إصداراتك؟ إصداراتي كلها عن الفن التشكيلي اللي يخصني أنا. ما شاء الله. أي يعني كل مرحلة سويتها وثقتها في كتاب. نعم. والكتاب هذا موجود في المكتبة الوطنية. ما شاء الله. يعني على أساس يعني تاريخ الكويت وتاريخ الحركة التشكيلية الكويتية تكون موثقة. في إصدار جديد لحضرتك؟ حاليا في إصدار جديد ما أعلنت عنه. لكن إن شاء الله للمتحف بعد ما ينفتح نسوي يوم حق الكتاب هذا. أول لوحة لك يقولون معاند ها ما يبيعها لو بطل الملايين. نعم. ها نعم. هي شنو عنوانها موجودة؟ عنوانها فيها كمنجة. هي طبيعة صامتة يعني تعتبر بعرف الفن. أي. طبيعة صامتة. أي. والطبيعة الصامتة هذه منقولة تنقل عن يعني شيء قدامك. فهذه أول مرة أرسم
بالزيت الألوان الزيتية. نعم. وأحط شيء قدامي ونقله. فحطيت الكمنجة وحطيت إطار وحطيت تمثال أنا مسويه. عجيب. فنقلتهم حرفيا من الطبيعة إلى لوحتي. الله. فهذا كان عمري صغير يعني أنا. نعم. هذه 63 مسويها. نعم. إيه. وأنا مولد 43 يعني عمري 20 سنة في قلت العمر. قالوا لي إن الأستاذ الكبير سامي محمد ما شاء الله عازف عود ماهر. نعم. وأيضا يجر كمنجة كم عدل. أنا يعني بس هذه لي مو الركيزة الأولى في حياتي. هوايات إيه؟ واستمتع في الفن يعني. أكيد يعني أستاذ سامي وأنت تجر الكمنجة ولا تعزف عود لازم تدندن. أكيد أنا عزفي إيه؟ على قدي أثناء ما أنا أسوي لوحة مثلاً. الله. أحط اللوحة أمامي أبقى أشتغلها أشتغل فيها. لمن تعزف وتغني؟ أحياناً لأم كلثوم، أحياناً لعبد الوهاب، أحياناً وعوض الدوخي بعد. الله يرحمه، عاد هذا موسيقار وأستاذ كبير عوض الدوخي رحمة الله عليه. الناس اللي النوادر يعني. يكفي شهادة أم كلثوم فيه هو. نوادر هذا. نوادر خليجية نفتخر فيها، ويمكن بعد هذا أثر كلية الفنون الجميلة ايه. مصر على ايه. نعم. حضرتك ها؟ ايه. أنا عرفت أنك كذلك درست في أمريكا سنتين أو ثلاثة. ثلاث سنوات. ما شاء الله. والأهم من هذا كله أني أنا اختلطت في فنانين أمريكان من معروفين جدا ولهم شهرة كبيرة. وعرفتهم في نفسي وعرفتهم في فني. وتعرفت عليهم، فهذا يعني مكسب حقي أنا يعني. طبعا. أي منهم جورج سيجل هذا من المؤسسين الحركة التشكيلية في نيويورك. نعم. منهم دانيل دلو، منهم جو براون. نعم. يعني ناس لهم بصمة في الفن الأمريكي. جنابكم عرف على مستوى الوطن العربي بأنك صممت جائزتين مهمين يعني للدولة، لدولة الكويت اللي هي مجسم جائزة الدولة التقديرية عدل، وأيضا التشجيعية. نعم. وتبارك الله حصلت عليهم يعني ما شاء الله، وأنت تستحق ما في شك يعني. قلت لي عفوا المجسم عبارة عن شكل عمود كويتي. والعمود الكويتي معروف في الواوين الكويت. نعم. والعمود أصلا معروف أن كل شيء يبنى عليه. نعم. عمود الفقري للإنسان. نعم. عمود الخيمة. نعم. الركيز. نعم. عمود البيت. ما في بيت ما يبنى عليه عمود. صحيح. فالعمود هو أهم نقطة ترتكز. وعمود الأسرة. وعمود الأسرة وعمود الحياة. شكرا لكم، وكان وياكم من الحيين، نلقاكم الأسبوع القادم، أمناكم الله. جمعية الكويتية للتراث القديم. يا سيادي. باحثين، تراثيين، نحاتين، مصممين. لأن يعني صبروا عليها ولا صبرت عليهم؟ لا، هي تعلم الصبر. قبل ما يروحون ولا يظهرون ولا المرأة قاعدة ببيتها تسنع تلبق اللي السيد طايح تشيل لعيالها.